يمكن ده اغرب واكتر بحث يغيظ في الدنيا. قال ايه؟ في الصين جات الحكومة قررت تعمل بحث على اطفال في مدارس في سن معينة، عيال صغيرة، وطبعا في بلد زي الصين يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه لاي حد في اي وقت لاي سبب. المهم قرروا ان هم يأكلوا الاولاد دي جراد وحشرات ويتابعوهم لمدة سنين ويشوفوا النتيجة ايه، العيال دي باظت ولا بقت كويسة ولا ايه اللي حصل. مش هتصدق نتيجة البحث دوه. اهلا بيكم في تيك توكاي حكاية. بعد كم سنة العيال دي كانت الاول بتاكل ايه؟ بتاكل خبز ورز وشوية سلطات وعصاير وقليل من اللحوم طبعا، لان برضو في الاول ولا في الاخر رغم انها الصين العظيمة الفلوس قليلة بالنسبة للفرد سنويا، بالذات في المدارس اللي بتصرف عليها الحكومة. تخيلوا صحة العيال بقت زي الفل، درجاتهم احسن، ذكائهم احسن، قوتهم احسن، بيسموها الفيزيك، يعني عضلاتهم وطولهم وقوتهم احسن بشكل ملحوظ جدا. وده بحث مستفز جدا. يا راجل اتقي ربنا، يعني انت عايز تقنعني ان احنا مفروض دلوقتي ناكل حشرات عشان الابحاث في الصين اثبتت انها صحية اكتر للاطفال بتاعتهم؟ يعني الحمد لله انها مش في العيال بتاعتنا احنا، والعيال بقت اذكى واشطر وعضلاتهم اقوى وسرعتهم اكتر وتركيزهم في المدرسة احسن ونومهم احسن، كل دوا احسن. السؤال ليه؟ لانك بتقارن اوميجا 3 وفيتامينات حيوانية ودهون مشبعة ودهون غير مشبعة صحية موجودة للأسف في الحشرات لو قورنت بالأكل النباتي فقط. لأن زي ما قلت قبل كده، رغم أن أنا من عشاق الأكل النباتي بسبب الإنزيمات والفيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة والألياف والبروبيوتكس، لكن الإنسان ما ينفعش يبقى نباتي وبس، وبتحصل فيه مشاكل كتير قوي منها نقص فيتامين B12 والأوميجا 3 وفيتامين دال والحاجات دي كلها، لكن في العالم الحيواني الحاجات دي مش ناقصة. هي بصراحة الحكاية مش ناقصة قرف وحشرات تتاكل إلا لو في مجاعة في العالم ومفيش غيرها، وأنا مش عارف، يمكن أفضل أموت من إن أنا أكل حشرات أصلا. لكن أنا حبيت أوضح ليه الحشرات في الأبحاث في الصين طلعت متفوقة في حاجات كتير قوي، لان قارنوها بالاكل الصناعي، بالزيوت النباتية، زيوت الصناعية، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت الصويا، ودي زيوت مؤكسدة ملهبة مسرطنة، والكربوهيدرات، والرز الكتير اللي بالعبيط بيأكلوا الناس رز كتير جدا هناك، والعصاير عمال على بطال، والسكريات الصناعية. شيل الاكل ده كله وحط مكانه حاجة طبيعية حتى لو مقرفة، وده يثبت لك ان اهم حاجة في الاكل انه يبقى طبيعي 100% حتى لو حشرات. الفيديو ده مش هدفه ان احنا بالذات في الكالتشر بتاعتنا احنا وفي ثقافتنا ان احنا هنقلب وناكل حشرات، انا بس بثبت قد ايه ان الاكل الصناعي اسوأ حتى من الحشرات. تكتوكايه.